النجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة اميزديا. اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم حلقة جديدة ونجوم على الهواء. الحقيقة النهاردة أنا مبسوطة جدا لأن الحلقة النهاردة بتشاركني فيها زميلتي الجميلة وحبيبتي هبة عادل. ازيك يا هبة؟ أهلا بيك يا نور. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، أنا مبسوطة جدا إن إحنا مع بعض. أنا أكتر. مساء الفل عليكم كلكم. النهاردة طبعا حلقة جديدة ومختلفة عشان أنا اللي معاها مع الجميلة المتألقة دايما ندى. والنهاردة الحقيقة موضوع الحلقة هيكون حلو قوي، وحسينا بتفاعل مش طبيعي أول ما نزلنا البوست. بالظبط، إحنا يا جماعة حياتنا مليانة مواقف كتير وحكايات، كل حاجة بتعدي علينا وكل حاجة زي ما بيقولوا بتعدي وبتخلص. بس الفكرة بقى هي بتعدي ازاي؟ يعني بتعدي وبتخلص واحنا ما بنركز فيها، بتعدي وتخلص وبتفرق معنا احنا وبتغير فينا. هي دي الفكرة، كل حاجة بتعدي، بس بتعدي ازاي؟ هو ده كان سؤالنا على السوشيال ميديا، واعتقد يابا ان احنا جالنا عليه يعني ردود كتير قوي. كتير جدا، يمكن كانت اكتر حاجة او اكتر الاجابة اللي جات هي بتعدي، بس الحقيقة ان هي وهي بتعدي بتاخد مننا حاجات، وانا شايف ان دي حاجة طبيعية. صح. اي حاجة او اي مشكلة هتحصل لنا في حياتنا لازم هتعدي، وهتاخد معاها اي حاجه، هتاخد بقى معاها حاجات ايجابيه، معاها حاجات سلبيه. طب ايه رايك بقى، بدل ما احنا قلنا الايجابيه الاول، عايزه كده اقول لك على حاجه بسرعه. ان انا كان معايا ضيفه من فتره كانت اسمها بائعه السعاده. شفت الحلقه على فكره وكانت حلوه جدا. جدا، ويمكن لما نزلنا البوستر ناس كتير قوي سالتنا ايه بائعه السعاده، فاحنا حبينا ان احنا الحلقه النهارده علشان هتكون فيها حاجات ايجابيه. أيوة. وسلبيه، نبداها كده معاكم بطاقه ايجابيه، وهي معانا مداخله على التليفون. ازيك يا سلوى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كويسه. انا شايفه شغلك كل دايما يوم يعني بيبقى حلو عن اليوم اللي قبله. تسلمي لي. مبسوطين ان انت معانا النهارده. ازيك يا سلوى؟ مبسوطه حضرتك. الحمد لله تمام. انت شغلك كله حلو قوي. انا شفت الحلقه المره اللي فاتت والحقيقه كلها حاجات مختلفه ومتميزه جدا. تسلم لي عيونك. احنا النهارده بقى كمان هنشوف حاجات تانية، صح كده؟ هتفرحينا بحاجات تانية. اكيد. وعشان الحلقه تبقى حلوه كده يا سلوى، انت عارفه ان احلى حاجه في الدنيا يمكن هو الورد. اكيد. اكيد طبعا. ممكن تورينا حاجات كده؟ اي حاضر. احنا هيبقى معانا صور يا جماعه تقدروا تشوفوها، وسلوى هتشرحها لنا كمان وتقول لنا كل حاجه بالزبط ممكن نستخدمها ازاي. اهي بدات تظهر. ايوه الله. ده بوكيه شوكولا. ده بيبقى جاي فكرته من بوكيه الورد. يعني ان طبعا احنا في ناس بتبقى مدمنه الورد وفي ناس مدمنه الشوكولا والورد، فاحنا انا مدمنه الاثنين. بالظبط. فبوكس ده يعني ايه بدل البوكيه الورد؟ لا كده ده بوكيه كان بوكيه عروسه مع اللي هو الصغير، الورده الصغيره اللي جنبيه دي، الدبوس بتاع البدله. اوكي. هي سلوى ده ورد طبيعي ولا صناعي؟ لا ده صناعي. حلو قوي، حلو قوي، عشان يفضل موجود عندها يبقى حتى ذكرى. وشكله تحفه جدا اصلا الورد. اي حد بيشوفه حتى لو كان يا ندى متضايق او عنده اي ضغوطات، هو بس بيشوفه بيتبسط. ده حقيقي. تخيلي بقى ورد وشكله. والاحلى كمان، والاحلى كمان في الصناعي ان هو دايما مستمر معانا، ما بيتبلش، مش زي الطبيعي خالص. احنا ممكن حتى كمان بنضيف عليه لمسه ان احنا بنحط عليه برفان كده، فيفضل بريحه الشخص اللي بيشوفه على طول. حلو قوي. ده ايه بقى؟ دي حاجة كده بديلة عن البوكيه، بدل ما نكون مثلا ماسكين البوكيه بيبقى ده ماسك بدل البوكيه، يعني بدل بوكيه الورد بتاع العروسة. جميل. دي ده برضو بوكيه؟
بوكيه حلو برضو قوي حلو حلو قوي. طب قوي. ممكن نشوف الحاجات اللي بعد كده كمان لو عشان في جات لك حاجة جفت حلوة قوي زي دي بتاعت انا ده هتتبسطي. جدا يعني هاتولي بس ورد وانا هبقى مبسوطة قوي. هاتولي ورد انا هبقى سعيدة قوي بالورد. طب دي بقى علشان انا عاجبني قوي موضوع تغيير شكل علبة الدبل ده يا سلوى، فقولي لنا بقى. كرياتيف. قوي. دي ده عباره عن جذع شجره وطوق تمر حنه، تمام، بيتزين بيطلع بالشكل الجميل ده، شكله وبيتحط يجنن. عليه الذهب، يعني طريقه للتقديم غير التقليديه خالص يعني، فاحنا بنحاول ان احنا نجيب كل حاجه جديده يعني. شكلها يجنن ما شاء الله بجد، حلو قوي. انت بتاخدي وقت قد ايه تقريبا علشان تعملي الحاجات دي؟ يعني علبة زي دي بتاخدي وقت فيها قد ايه مثلا؟ والله لو قدامي مثلا مساحة من الوقت عادي يومين ثلاثة مش مشكلة، لكن لو لا محتاجين يعني مثلا زي الصينية دي حلو مثلا كده. يعني الجذع ده كانت طالبة قبلها بيوم تقريبا، فلا الحمد لله بقدر سواء المدة صغيرة أو كبيرة بقدر أحقق فيها إنجاز ايه ده كبير ما شاء يعني الله عليكي، الحمد يعني لله. طلبتها النهارده امبارح خدتها مثلا النهارده، ده ايه ده، ده لما حلو قوي. كانت طالعة معانا عادي. حلقة ما عملت شاء لنا الله ما هدية شاء قبلها الله بيوم على طول. الله. طب ودي جميل ايه؟ قوي يا سلوى. انت دي بتكتبي الاسامي؟ ساعة طباعة، هو في شخص اسمه محمود بيساعدني في الطباعة، اه عنده طباعة وبيساعدني فيها، فاحنا الاتنين شغالين في الطباعة مع بعض يعني. ما شاء الله حلو قوي. حلوة قوي، ربنا يوفقكم جميل. يا رب. سلوى انت تسلمي. كمان بتعملي مسجز وبتعملي رسائل كمان على الجيفت بتاعتك، فاكرة؟ انا فاكرة الموضوع ده حلوة دي والنوتة. قوي. انا حاطة يعني بعمل زي حاجة زي المراسيل الجوابات يعني، حلوة بيكون قوي. فيها رسائل سعادة، بيحس ان هي كل شخص طالب اوردر بتطلع معاك كردوس بسيطة كده. حلوة. طب حلوة ما قوي. عندكيش بقى حاجة تناسب موضوع الحلقة ايوه. النهاردة؟ وان كل حاجة انا بتعدي، عينيا ليكم. ما انتي كتبتيش قبل كده رسالة عن الموضوع ده ان كل حاجة بتعدي؟ اكيد، لا هو عشان الحاجه لما بتيجي تعدي طبعا بتسيب اثر فينا، ده اذا كانت اساسي. الحاجه مثلا بتدي سلبيه او ايجابيه. الحاجه الايجابيه لازم، هو عموما احنا بنحاول ان احنا نتعلم ازاي نخرج من المشكله دي او الحاجه دي اللي حصلت لينا بايجابيه اكبر من السلبيه، حلو بحيث قوي، ان احنا لو الحاجه دي اثرت علينا ايجابيا هنقدر نفكر فيها، هنقدر نحلها، هنقدر عندك حق نتعامل معاها، على عكس السلبيه خالص انها كده بالظبط هنفضل متوترين طول الوقت مش هنقدر نحل حاجه. فأنا بالظبط. من رأيي نرجع الشخصي إن احنا للإيجابية تاني. بنحاول. قولي لنا ايه الساعة حلوة الحلوة قوي. دي؟ دي ساعة، دي خشب ليزر، بتبقى عبارة عن خشب، وبرضه بنستغلها في الطباعة ان احنا بنطبع عليها الصور ان احنا الشخص اللي احنا بنحبها، فبتبقى قدامنا طول الوقت، فبتبقى ذكرى كويسة جدا يعني. هو حلو جميلة قوي ان الحاجه تتعامل للبني ادم يعني، عارفه، مخصوص. مخصوص الحاجه بالظبط المخصوص دي بتفرق بالظبط. قوي بصراحه، بتفرق. ده وده ايه ده؟ تابلو. جدا. لا ده دي نوت فوتو. دي بتبقى شامله مثلا صور، او مثلا لو في بناخد سكرينات شوت ما بين المحادثات الله، بينا عشان تبقى كذكرى برضو عارفه فكره بينا. الاوتوجراف بتاع زمان اللي هو كنا حلو قوي يعني. بنكتب لبعض فيه، ده بقى بالصور، فدي حلوه قوي، فكره ايوه تحفه. موضوع السكرين شوتس ده حلو اه جدا ما اقولك، فكره بجد كرييتيف جدا، برافو جدا، عليكي والله يا سلوى بجد، يعني كل افكارك مختلفه ومتميزه عشان بصراحه كده كلها. اول ما كلمتيني قلت لك انا ملاحظه ان شغلك كل يوم احلى من اللي بعده، عشان انا متابعاكي على فكره، انا الحمد يعني لله. من اكبر الحمد لله. متابعينك طب الحقيقه. وقولي لنا الصوره دي بكمان ايه؟ دي كانت مناسبه الخطوبه، اه دي كان الاسامي بالتاريخ على الحيطه، والتحت دي اللي هي الدبل فوتو فريم بيمسكوه يتصوروا بيه، واللي تحتيه كذلك اللي هو فيه الفيونكه، الخشب دي اللي هي اللي بتقدموا عليها الصواني اللي هي الذهب، اه الخشب دي برضو بيمسكوها يتصوروا بيها، ودي كان بوكس كادو من صاحبة البنوتة اللي هي المناسبة. هتتخطب يعني. دي ستارة كنت عاملاها للسبوع، دي معمولة من القماش الجوخ، هي خدت مني وقت كبير جدا بصراحة هي يعني، واضح طبعا، بس هي هي فيها لكن تفاصيل. الفينيش بتاعها جميل جدا جدا يعني. لا بس جميلة، تسلم ايديكي بجد، حلو تسلم قوي، ايديك يا سلوى جميلة بجد، قوي احلى قوي حاجة في يعني. شغلك التفاصيل. الحمد لله. طبعا ده انا السبوع شفت بقى، الفانشنج بنفسي. ده غربال، اه ده الغربال بتاع السبوع بالبيبي اللي بيتحط فيه يوم ايوه السبوع وكده، ده برضه انا منفذاه، بجيب القماش وبجيب التفاصيل دي وابتدي اجهزه كده. طبعا. الولد غير البنت، بتاعي البنت بتعملوها بينك والولد بلو، او صح كده؟ لبني او طبعا صح. اه مش عندي معلومات برضه. ده كان للسبوع برضو. حلو قوي. لا لا ده ده عيد ميلاد صح؟ لأعياد مكتوب 3 سنين. الميلاد. بالظبط ده عيد ميلاد. حلو قوي حلو قوي. سلوى بتسيب بصمتها في الله، كل بيتنا بيفرح. مناسبة. حلوة جدا حلوة جدا بجد، انا يعني مبسوطة قوي بيها، حلوة قوي هو بيتنا احنا بيفرح دي كان دي مناسبتها عموما، كنت عايزة دي اختي سهام كانت خطوبتها، ما شاء الله. فكنت عايزة افكر في حاجة جديدة كده بحيث انها تبقى ملفتة جميل كده، بقى، حلوة قوي فجات لي قوي الفكرة دي يعني. ما شاء الله. لا تحفة، الجملة تسلمي. نفسها جميلة.
ودي ايه طيب يا سلوى؟ دي كانت برضو لمناسبة كتب كتاب، دي كان الأقلام بتاعة كتب الكتاب اللي هي أنا العروس وأنا العريس، ودي حاجات بيتصوروا بيها. حلوة قوي ان انتي يعني كل مناسبة بتفكري لها بحاجة مختلفة وهي جميلة. كرياتيف كمان وحاطة بصمتها في كل حاجة. حلوة قوي سلوى بجد يعني ميرسي قوي ان انتي كنتي معانا في بداية الحلقة، اديتينا طاقة إيجابية كده جدا. جميلة قوي. تسلميلي ميرسي تسلميلي يا جدا. سلوى، وانا ربنا دايما يوفقك. كنت عايزه بس اقول لكم دايما ابتسموا، لان الابتسامه فيها بتدي روح حلوه جدا جدا، وكمان صدقوني هي دي اللي هتفرق في حياتكم جدا يعني. ده حقيقي. شاكره جدا جدا، احنا اللي شاكره. متشكرين بجد. انا وعدك ان شاء الله على طول نبتسم، ومش احنا ايوه بس كمان، صح، يعني احنا وكمان حبايبنا المشاهدين لازم على طول نسمع كلام سلوى وعلى طول نبتسم نبتسم، عشان هي كل حاجه بتعدي على فكره. ده حقيقي. وعلى فكره الابتسامه بتفرق في حاجات كتير قوي يا هبه، يعني لما تقابلي حد بابتسامه الصبح كده وانتي حتى لو انتي متضايقه لو انتي زعلانه، انا دايما بقول انه الناس اللي بره ما لهمش ذنب في اي حاجه عندك اصلا بالظبط يعني، فانتي اللي جواكي ده ليكي، واللي بره ده لازم الناس تبقى تشوف بعض تبتسم، تقول لبعض كلام حلو، تحسسي دايما اللي قدامك ان انتي مصدر يعني للتفاؤل، عارفه اللي هو مهما كان الواحد بيعدي بحاجات انتي نفسك لما تشوفي حد مبسوط هتحسي ان انتي بتضحكي كده او بتبتسمي من غير سبب يعني. بالظبط. هنسمع كلامك يا سلوى ان شاء الله. تعملي مداخلة معانا تاني قريب. ميرسي. فخلينا بقى نرجع تاني نرجع تاني بقى الموضوع، لموضوعنا، يعني فكرة ان كل حاجة بتعدي. انتي كنتي بتقولي ان في ناس كتبوا الكومنتات بتاعتهم. كتبوا كومنتس ان كل حاجة بتعدي بس هي بتسيب حاجات جوانا، وده شيء طبيعي. يعني ممكن يكون لو حاجة حصلت مش حلوة بتسيب حاجات، بتسيب وجع، بتسيب ذكريات مش حلوة، بس هي الفكرة ان احنا ناخد الحاجات الإيجابية اللي طلعنا بيها من الموقف ده، مظبوط. لان هي كده كده هتعدي. معلش يعني خلينا فعلا يعني صراحة مع بعض، لو عندك انترفيو كان حاملة همه جدا جدا، والربع ساعة بتوع اللي وانت مستنية الانترفيو ده عدت ولا ما عدتش؟ عدت. اي موقف كنا فيه في مستشفى مع حد بنحبه، موقف وحش جدا، عدى ولا ما عداش؟ من اكتر الحاجات اللي بتعدي علينا لما بنتصدم، صح، الصدمه دي بتدمرنا كلنا نفسيا، وكلنا عارفين يعني ايه ليل يعدي ونكون احنا في صدمه وقد ايه نفسيتنا بتكون متدمره، بس معلش هو الصبح بيطلع وبتعدي. بالظبط. وهي الفكره كمان انه دايما انا يعني طول الوقت بشوف انه المواقف الصعبه والحاجات اللي بتعدي بينا بتوجعنا دي بتعلمنا، يعني هي بتعدي، بس بعد ما بتعدي بتخليكي دايما عارفه اللي هو انت ايه، تكتشفي حاجات في نفسك ما كنتيش مكتشفاها، بالظبط تكتشفي حاجات في الناس اللي حواليك، يعني انت بتعيدي اكتشاف نفسك وبتعيدي اكتشاف الناس اللي حواليكي من المواقف الصعبه اللي بتعدي عليكي، فلولا بالظبط المواقف دي اساسا ما كانش الانسان هيبقى عنده خبرات وعنده تجارب وعنده حاجات كتير قوي. فالحاجه هتعدي، بس المهم انها بعد ما تعدي ما نبقاش احنا نفس الناس بقى بنفس يعني. الدماغ عارفه. بالظبط. ما دي تبقى مشكله بقى، وبنفس التفكير، يا دي هتبقى مشكله لو الحاجه عدت عليكي ما تعلمتيش منها، يبقى ملهاش لازمة انها جت اصلا. لا يبقى تستاهلي انها تتكرر تاني طبعا يعني. عارفه الفكره اللي هو ايه، طبعا عادي ان احنا نغلط وعادي ان احنا نجرب، بس لازم مع كل تجربه نتعلم، مع كل بالظبط تجربه في حاجه تفيدنا. صح. اصلا انا ليه بقول لك كده، لان مفيش حاجه بتحصل في حياتنا صدفه، صح، كل حاجه بتحصل ربنا بيكون قاصد ان هو ان هي تحصل، وما بتكونش صدفه ابدا، بتكون بقى ابتلاء بيختبرنا، صح، حكمة، في بيكون حكمة عايز دايما من كل حاجة يورينا، بتحصل. حتى لو اتصدمنا في حد بيبقى عايز يورينا حقيقه البني ادم اللي احنا كنا شايفينه احسن حد في الدنيا وموقفين حياتنا عليه. بالظبط. طيب احنا دلوقتي اتصدمنا في ناس كتير، واتيفر اصحابنا، واتيفر اي علاقه كانت هي ايه، اكيد. اتصدمنا فيهم، نقعد بقى المفروض ده طبيعي على فكره والله، ان احنا هنقعد فتره مش عارفين نموف ومش عارفين نطلع من الزون بتاعه الصدمه، صح، بس بجد هنضيع حياتنا لو قعدنا مصدومين كتير. طب هو مش يمكن ربنا يكون بيورينا حقيقه الناس دي، وان احنا فعلا ما كناش اصلا هم يستاهلونا؟ بصي هو ده صح، وانا معاكي في فكره انه المراحل لازم تاخد وقتها، يعني مرحله الحزن عيش مرحله الحزن زي يعني على قد ما تقدر، علشان لما تخرج منها ما ترجع لهاش تاني، يعني بالظبط عارفه الفكره دي اللي هو اتصدم وزعل وقول يا ازاي البني ادم ده طلع كده، او دي ازاي الناس دي مشاعر. طلعت كده، خد مرحلتك على قد ما تقدر عشان لما تعديها وتخرج منها خلاص ما تبصش بقى وراك تاني بالظبط. يعني. وفي ناس كتير كمان اكتر الحاجات اللي كنت بستغربها يقول لك دي بعد ما خلصت العلاقه الفلانيه نجحت احلوت. في اقاويل بتحصل اللي هو كتير. الست بتحلو بعد ما بتطلق، والست بالظبط بتحلو لما مش بالظبط. عارف بيحصل او لها ايه. راجل بيكون يعني مثلا وزنه كتير شويه ويرجع مره واحده يهتم بجسمه ويروح الجيم، هو ده اكيد بيكون فيها حاجات وراها. طيب عشان نشوف بقى الحاجات اللي وراها، ايه رايك نروح فاصل ونرجع نشوف؟ يلا بينا. فاصل واستنونا تاني.
ورجعنا لكم مرة تانية، والحياة مواقف، والمواقف بتبين الناس اللي حوالينا وبتعلمنا حاجات كتير. كل المواقف بتعدي، بس المهم انها لما تعدي نكون احنا تعلمنا وعرفنا ازاي نتصرف ونكون خدنا خبرة يعني. ودايما خلينا عارفين انه مفيش حد بيتغير، يعني الطباع ما بتتغيرش، بس في حاجات لما بتحصل بتخلينا احنا نفسنا نقف كده واقفة ونبدأ بقى، لا انا في حاجة هنا عملتها فلازم اغير طريقة التصرف بتاعتي فيها. بالظبط. يعني اعتقد ان كل حاجة بتحصل لازم نقول انه لا، هي هنا في حكمة وفي حاجة معينة لازم نتعلمها، ولو ما تعلمناهاش يبقى يعني يبقى اللي عدى علينا ده ما كأنه ما حصلش اصلا. بالظبط. يعني مفيش اي حد مثلا بيبقى طيب وهو لطيف وكيوت هيصحى مره واحده يكون شرير شرير وشرس من غير ما يكون اصلا في اسباب ودوافع. صح. بس هو مش بتكون والله شراسه او بيكون اتغير، هو بيكون خلاص غير طريقه التعامل اللي حس ان هي ما نفعتش مع الناس دي. صح ولا ايه؟ بصي انا فاهمه القصه اللي انت بتتكلمي فيها، اللي هو لما حد يقول لك ايه ده، ده كان بيتحمل، ده كان بيعدي، ده كان بيسكت، ده كان ما بيزعلش، وفجاه بقى تلاقي نفسك لا انا يعني ما هو يا جماعه الواحد بيفضل يعدي ويسكت يعدي ويقول اصل لا، طب هو ما كانش قصده، لا اصل انا بحبه، لا اصل مش عارف ايه، فبتلاقي ان اللي قدامك بيجي عليكي زياده وبيستغل فيها. بيستغل بالزبط. فكره ان انت طيبه ولطيفه وكيوت كده، فلا طب ما خلاص بقى انا لازم يعني ايه، انا لقيت انه الطيبه دي خسرتني. بالظبط. فمش بتغير من جوايا ان انا ببقى شريره، على قد ما انا ببقى عايزه اخد حقي او عايزه اتعلم احافظ على كرامتي، احافظ على احساسي بنفسي. فهو مش ان انا بتغير للاوحش، بالعكس خالص. مفيش حد يعني مفيش حد بيغير طبعه، بس بيغير طريقته مع الناس لما بيلاقي الناس ما تستاهلش الطريقه دي. بالظبط. يعني انا فضلت ادي الهبه، مش هبه طبعا، هبه حبيبتي يعني يعني فضلت ادي للبني ادم اللي قدامي في فرص وفي اعذار، واعدي له مواقف واعدي له غلطات، وكل ده هو كمان يعني يا ريته بيقدره مثلا. طب لا، ما خلاص بقى هاجي في لحظه لازم اعمل ستوب يعني. بالزبط. شكرا خلاص، يعني لا تاذيني ولا اذيك زي ما بيقول لك بقى. ايه ده اتغير؟ لا هو ما اتغيرش على فكره. ما هو قبل ما احنا نشوف رد الفعل نرجع الاول بقى للفعل ونشوف حصل ايه. بالظبط. قبل الفاصل لما كنا بنقول ان في ناس كتير بيتعرضوا لاي صدمه في حياتهم او بيبقى اي موقف وبعدين مره واحده ينجحوا او يتغيروا او شكلهم يحلو، هو بيكونش على فكره يعني وليد اللحظه، هو بيكونوا حاطين نفسهم في زون معينه. يعني لو بسطنا الموضوع مثلا، يعني يقول لك الست اول ما بتطلق بتحلو. هي ما على فكره هي حلوه بس هي يمكن كانت موقفه حياتها على حد فتره او على زون معينه وخلاص. بس انا بيني وبينك يعني انا بشوف ان ده غلط جدا، لانه انت مهما يعني ما ينفعش تيجي على نفسك قوي عشان خاطر الناس. انا بشوف انه حب نفسك، وده مش عيب ابدا انك تحبي نفسك وانك تاخدي بالك من نفسك وتاخدي بالك من لبسك وشكلك وتروحي الجيم وتاكلي صحي وتعملي كل الحاجات، مش عشان اي حد، عشان نفسك في الاول. لما تحبي نفسك وتلاقي نفسك مبسوطه بنفسك هتعرفي تحبي اللي حواليكي وهتعرفي تديهم كل المشاعر الحلوه اللي في الدنيا. بالظبط. ولما بيقولوا ان الست بتحلو بقى او الست مش عارفه بتعمل ايه بعد بعد ما بتتساب وبعد ما تطلق والحاجات دي، هي بتبدا تكتشف انه انا مع يعني الفتره اللي انا كنت زي ما انت بتقولي موقفه حياتي عليه، على البني ادم مثلا او للولاد او للبيت او ما خدتش منهم اي حاجه، بالعكس ده انا بقيت لوحدي في الاخر. لا طب اخد بالي من نفسي بقى يعني. بالزبط. عارفه، فهم مش فكره انها بتحلو بعد ما بتتساب، على فكره زي ما انت بتقولي كل الستات حلوه. ما انا شايفه ان كل حد حلو اصلا بطريقة. مفيش حد يعني كل بطريقة. واحد حلو بطريقته. صح. بس احنا لازم ناخد بالنا من نفسنا. ما انساش نفسي، ما انساش نفسي. في امهات كتير تقول لك اصل انا الولاد والبيت. طبعا الولاد والبيت اهم حاجه طبعا، بس كمان نفسك مهمه يعني. بالظبط. يعني عارفه، طب هقول لك حاجه، يعني لو انت مثلا في البيت وعندك الولاد ومتعصبه ومتنرفزه وطول الوقت بتشدي وبتعملي، في وقت كده لما يبقى الوقت ده بتاعك انت، وقت مع نفسك كده، بتقعدي بتعملي القهوه بتاعتك، بتقعدي تسمعي مزيكا اللي انت بتحبيها، بتتفرجي على مسلسل بتحبيه، بعد ما هترجعي من الوقت ده هتعرفي تتعاملي مع الولاد حلو على فكره. يعني حتى لو ضايقوكي وعصبوكي مش هتلاقي نفسك ايه بتروحي قوي في العصبيه. ايوه طبعا. يعني عشان كده انا دايما بقعد اقول لازم كل حد يدي التاني مساحه، لازم انا ادي لك مساحه او ادي لك مساحه. وعلى فكره هو مش بس احنا مش بنقول لكم كده على علاقه بيت، لا لا خالص، حتى الصحاب على حتى فكره، حتى الاصحاب لازم يبقى عندي مساحتي، لازم يبقى في مساحه شخصيه كده. صح. مش لازم دايما انا ماشيه ورا حد وبجري وراه دايما. ولو انت مثلا خرجتي من غير صاحبتك هي تزعل، ايه ده انت خرجتي وما قلتليش. انت ازاي خرجتي وما قلتليش، ما قلتلكيش على فكره، عادي. ازاي عامله تاني لحد تاني غيري مثلا؟ لو انت ايه ده خرجتي مع اصحابك، عادي. يعني هي فكره فعلا العلاقات المريحه مريحه حلوه. العلاقات في كل الحياه يا جماعه، العلاقات المريحه احسن حاجه. انت تحسي ان انت عايزه تكملي في العلاقه ومبسوطه فيها ومش حاسه بضغط. وحشتيني وعايزه اكلمك تاني، مش لازم اول ما اكلمك تفضلي تلومي بقى انت فين وما كلمتنيش وما عملتيش، ده انا شفتك خارجه وما... لا عادي عادي يا جماعه، الحياه ابسط من كده بكتير والله. بالزبط. وفي عندنا حاجات كتير قوي. انا بشوف انه احنا صحاب
او اتنين مرتبطين، او كل العلاقات موجوده في الحياه علشان تريحنا، عشان تفرحنا وتبسطنا. فلو العلاقه مش هتفرحني ومش هتبسطني يبقى بلاها، ملهاش يعني لازمه بقى. يبقى بلاها، يبقى خلاص يعني قلتها احسن بالزبط. اعيش كده مع نفسي في هدوء وسلام داخلي علشان الحياه مش مستاهله يعني. هي فعلا والله في حاجات كتير قوي احنا بنحس ان احنا ضاغطين نفسنا فيها وهي في الاخر بتطلع مش مستاهله. ونرجع تاني ونقول ان اي حد عنده اي موقف بجد بيقابله، اي صدمه في حياته او اي مشكله، هي والله بتعدي. واحنا عارفين كلنا ان هي وهي بتعدي هتاخد مننا حاجات، هتاخد من طاقتنا وهتاخد من روحنا وهتخلينا اتغيرنا. حد ما بقاش بيشوف الحاجه بمنتهى البراءه وبمنتهى الحب بتاع زمان. في حاجات كتير قوي كانت ايجابيه فينا مش هنلاقيها، بس يعني يا ريت بقى ما نمسكش في الحاجات السلبيه دي يا ندى، ونعمل لها برواز ونقعد جنبها حاطين ايدينا على خدنا وخلاص انا حصل لي موقف ما بيعديش. لا، هو بيعدي على فكره. صحيح صحيح، هي فعلا كل حاجه بتعدي وبتاخد من وقتنا وبتاخد من مجهودنا وبتاخد من طاقتنا، بس هي قصاد الحاجات اللي هي بتاخدها هي بتدينا. يعني احنا لو بقى نفكر من الناحيه الايجابيه زي ما انت بتقولي، الحاجات اللي بتعدي بتدينا كمان، بتدينا خبره، بتدينا علم جديد، بتدينا شخصيه احنا يمكن ما كناش عارفين نتعامل بيها، فبتعلمنا حاجات كتير قوي. بتاخد حاجات بس في المقابل بتدينا حاجات. فاحنا نركز على الحاجات اللي هي بتديها لنا. يعني يمكن لو ركزنا على الحاجات الايجابيه او الحاجات اللي اتعلمناها من كل موقف صعب حصل وعدى علينا هنتبسط. بالزبط. هتقولي الحمد لله والله ان الموقف ده حصل، وبتقوينا كمان، بتخلينا كلنا بنحس ان احنا اقوياء، مش هنبقى روحنا هشه ولا اي موقف هيحصل لنا خلاص هنقع. لا بجد، كل المواقف وكل الحاجات اللي احنا بنفتكرها ما بتعديش، لا هي بتعدي بس احنا بنبقى اقوى. يا رب تكون بجد الحلقه عجبتكم، وان شاء الله هنتقابل تاني عشان احنا فتحنا مواضيع كتير حقيقي. اتكلمنا في حاجات كتير قوي جدا. ان شاء الله هنتقابل في حلقه تانية، واكتبوا لنا بقى في الكومنتس عجبتكم ولا لا، وتحبوا الحلقه التانية تبقى على ايه. مبسوطه قوي ان انا كنت معاك يا ندى النهارده. انا كمان هي كنت مبسوطه جدا. حلقه جديده ونجوم على الهوا، استنونا.